لا يختلف اثنان منا على أن نتائج انتخابات العراق 2021 كانت صادمة للعراقيين أجمع. فمن ضمن أنه سيكتسح البرلمان بأصوات كثيرة أصابته الخيبة حال إعلان النتائج ومعرفته بأنه لم يحصل على أي صوت أو أصوات قليلة، ومرشح آخر كان متيقنا أن الفوز الساحق سيكون له ولكنه تفاجأ باكتسابه عدد قليل من الأصوات، كحال صاحب قصتنا لهذا اليوم مرشح مستقل يدعى الشيخ حيدر جبار الدليمي، تسلسل 35، انتشر له مقطع مصور في الأمس وهو يوجه تهديدا شديد اللهجة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويتهمها بسرقة أصواته في محافظة بابل. أيعقل أن يكون كلامه صحيح؟ وما هو الدليل الذي سيتحدث به؟ لنشاهد ونستمع إلى ما قاله عبر مقطع الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا وتداولا عبر منصات السوشيال ميديا. إلى جميع عشيرتي الديم المحامدة ولا جميع محبيني وأصدقائي وأخوتي في كل محافظة بابل، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لقد سرقت أصواتي بالدليل القاطع. الآن بالمفوضية طالع عدد أصواتي 800 وكسر. أنا فقط في مركز واحد وهاي موجودة الأشرطة 1697 في مركز واحد 1697. على كل أحبائي الحضور الآن فورا مع أسلحتهم إلى المضيف وأعطي المفوضية 6 ساعات وبعد 6 ساعات أعذر من أنذر. يعيش العراق، يعيش الوطنيون، يعيش الشرفاء. إذن هو تهديد علني وواضح وعلى لسانه، وكما قال الشيخ حيدر وجه نداء عاجلا إلى أبناء عشيرته وعمومته الدليم الحضور إلى مضيفه وأمرهم بأن يكونوا مدججين بالسلاح وعلى استعداد تام للهجوم عندما تحين ساعة الحسم التي يحددها هو، وأعطى مهلة إلى مفوضية الانتخابات كما سمعنا قدرها 6 ساعات لإعادة النظر في نتيجته واسترداد الأصوات الانتخابية، وإلا سيكون الرد عليهم قاسيا. الفيديو المصور هذا ولهذا الشيخ انتشر في منصات التواصل الاجتماعي وعلق عليه الناشطون بكومنتات تباينت من شخص لآخر، لكن الغالبية وجهوا له نصيحة بالتريث قليلا وقبول الخسارة ولا ضير في ذلك. نقرأ لكم بعضا مما رصدناه من تلك التعليقات، وهنا تعليق لرمضان العبد الله يقول: رمضان بدت رحمة الله، حجي انت جاي جديد على الشغلة وعادي توقع الخسارة، ليش لا؟ ترى اكو ناس ورؤساء كتل صار لهم 18 سنة يحكمون العراق وخسروا الانتخابات، فتوكل بالله واستهدي بالرحمن. تعليق آخر من جوجو شنقالي يقول: مو على أساس أنت مستقل هم عندك عصابة وجاي تهدد المفوضية، هم زي ما صعدت البرلمان، لو صاعد إيش كان تسوي بهالشعب المسكين؟ الله يكون بعونك يا بلدي من هكذا تصرفات. تعليق أيضا من محمد علي الدليمي: سهلة حجي، ودي لي مستمسكات وصورتين وبخدمتك أني كل شيء ولا زعلك، نروح نهجم على المفوضية ونطالب بالأصوات اللي سرقوها، يعني عفتوا المرشحين كلهم وندقيتوا بعمنة وصفه. تعليق من أحمد صالح يقول: أحمد يجوز اللي انطيتهم فلوس نصبوا عليك وما انتخبوك، صح وصح المشاركة قليلة بس نزيها 100%، فأعصابك حجي بعد ما يفيد الحجي اتقبل انك خسرت الانتخابات ودير بالك على صحتك لا تنجلط. وأيضا من ردود أفعال المرشحين على نتائج انتخابات تشرين رصدنا لكم مقطعا آخر لمرشح آخر وهذه المرة عن الفتح من محافظة البصرة ويدعى رفيق الصالحي، استخدم قوة عشيرته أيضا وسحتهم لقطع الطرقات في المحافظة احتجاجا على خسارته بالانتخابات.